حتى بالعرض كمان. اركن هنا اركن هنا. اه هنا هنا وهنا. استنى يلا. وهم في المكتبة ايه؟ دي منك؟ شكرا. خش هنا كده. السلام عليكم. وانت عماد عدلي؟ حظي استاذ عماد عدلي. الله يكرمك. انا عندي الف ولام زياده العدلي. العدلي عماد العدلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده الركن الاسلامي. دي بعض كتب التراث. وفي بعض المؤلفات الحديثه. في مؤلفات في الفكر الاسلامي ومؤلفات في الرقائق والزهد. حضرتك عارف ان المجال بيتسع، المجال الاسلامي بيتسع لمؤلفات عديده يعني. ومجموعه الامام محمد عبد الاعمال الكامله صديقك جلال امين اللي شرفنا اكثر من مره. هو هنا مصورينه هنا. هو حتى يعني كل شخص قال كلمه عن المكتبه، فاحنا سجلنا الكلمه. وده الاستاذ ابراهيم عبد المجيد، وده الاستاذ عادل رزق الله، الله يرحمه. نعم. فنان التشكيلي المعروف. والبنوته دي غادة عبد العال. حضرتك سمعت عنها؟ لا. هي بقى اللي عملت عايزه اتجوز، اللي هي دلوقتي بقت ملء السمع والبصر. ودي منصورة عز الدين كانت واخدة جايزة. ما تيجي تبص كده مستضيفينها. اتفضلي. دي منصورة عز الدين عارفاها؟ لا. دي انا. طب بس عارفة غادة؟ اه طبعا اعرف. ما هي غادة بتكتب رخرة عاملة يعني. والله برضو نشرت حاجة ولا لسه؟ لسه. ربنا يسهل الوقت ان شاء الله. يا رب. تنشر على الفيسبوك ولا ما هو هي دي البداية. هو دي بقى فكره احنا بنشوف، بنرجع لكبار الكتاب في مصر وفي العالم العربي، وبدانا الحقيقه بالشخصيات ديت، وبنطلب منهم ان هم يرشحوا لنا الكتب اللي اثرت مسيرتهم الفكريه او مسيرتهم الادبيه او اثرت فيهم. لا، بيتحط في ستاند مخصوص. دي ترشيحات الدكتور جلال امين. دي ترشيحات يعني بلال فضلي. دي ترشيحات الدكتور. فكره يقرا زيه بالظبط. بالظبط. ده قسم الادب الكلاسيكي والحديث. عايزه صلاح جايين حبيبك؟ عندي. ما هو ده حبيبها يبقى عندها اكيد. هي سلكت كل ثقافتها باللغه الانجليزيه، بعدين قالت صلاح جاهين قلبت بقى، ما بتعملش حاجه. مين بقى اللي نجح ان هو هي من نفسها؟ والله هي من حضرتك ما سايبها. لا انا يعني انا ما اكتشفت بقى فيها الكلام ده يعني، بقيت تكلمني يعني بدات اشجعها على النمط ده. تمام. ده الادب الكلاسيكي. الاستاذ نجيب محفوظ، الاستاذ انيس منصور الله يرحمه، يوسف ادريس، يوسف السباعي، احسان عبد. قريتي انت؟ قريتي للناس. قريتي انت؟ كتبتي ايه طيب وليه؟ يعني نوتس بقى وكده وحاجات على الفيسبوك. يعني حاجات ليها شكل مختلف. ارتكلز وساعات كده في الشعر بجرب. ارتكلز في ايه؟ في السياسه؟ معظمها في السياسه. من يناير. من يناير بس. من يناير بس. لا والله من قبل كده بس. عايزين نشوف. طيب يعني اراها السياسيه اخبارها ايه؟ لا لا اراها السياسيه حضرتك مقتنع بيها ولا مختلف معاها؟ مقتنع بيها؟ جدا. لا بس يعني هم طبعا كشباب ما بيشوفوش اي مرونه في اي حاجه، فانما ده موضوع ثاني. دي حاجه ترجع للسن بقى. حاجه ترجع انما لا طبعا انا عايز الجيل اللي جاي ورانا ده يبقى عنده قدره انه يعبر وياخد مواقف وطبعا هي بتقول انا خايفه يعني. هي يعني هي بدأت كأول حاجة كتبتها بتقول كتبت يوم 23 يناير. انت فجرت الثورة. لا كتبت بتقول انا خايفة عشان كده مش هشترك في المسيرة دي. دي صراحة بس بقى بس بقى بس بس اشتركت فيها يعني. قالت كل الحاجات انا خايفة عشان كذا. لما يحصل كذا يبقى ما نخافش، ما يحصل كذا يبقى ما نخافش. بس الحاجات اللي حصلت حضرتك الأمنية اللي حضرتك بتتمناها ديت هتتحقق في الفترة اللي جاية يعني؟ الشباب دلوقتي بدأ يحس ان هو ليه صوت، وبدأ يحس ان هو يقدر يتكلم. بس يسمو في حاله شوية، يعبر عن نفسه شوية، بصوله باهتمام. مين بقى اللي يسيبوه؟
الجيل بتاعنا. ايوه هو ده اللي انا عايز اوصل له. والجيل مش بجيل بتاع، والجيل اللي هو فاكر انه امتلك الدنيا وانه يقدر يعني يبقى حدق قوي وذكي قوي ويمشي على مزاجه قوي وياخد الناس على راحتهم وبعدين يسيبهم ويمشي. الكلام ده يعني ممكن ينجح بعض الوقت، لكن تأكد ان اللي جاي خلاص العالم كله مفتوح على بعضه، الشباب بيقرا وبيتصل، وبدل بيتصل ومش محتاج لنا في الاتصال، يا نحتويه يا هيخلع مننا وهنفاجئ بحاجات جديده. صحيح. اي حاجه محترمه في العالم اللي بيصنعها الشباب، ما هو اصل الشباب بسبب احنا كل معرفتنا عشان نيجي نقرا كتاب كانت مساله تاخد وقت، هم بثانية العلم بقى متناول إليه، والصلة والتواصل والجدل والروح يا أستاذ ويتجادلوا. الروح ما بتيجي منين؟ منك فكرك اتحرر. إن هم لا، الروح نفسها هم منطلقين لأن الدنيا لسه مفتوحة بالنسبة لهم، الدنيا مفتوحة عايزين يروحوا هنا ويروحوا هنا ويروحوا هنا ويعملوا ده ويعملوا ده. كان موجود في مرحلتنا السنية، بس كانت أدواتنا إيه؟ لا الأدوات كانت قليلة. لا طبعاً طبعاً خلاص ما تقدرش تقول لواحد دي حدود معرفتك. ينفعش. مفيش. الدنيا اتفتحت. مفيش حدود معرفة اللي كنا بنرسمها احنا وكانت بتترسم لنا. خلاص خلعت. هم عندهم فرصة ان يعرفوا. وانا شايفهم هم عملوا ايه دلوقتي. هم طبعا اتخانقوا انتم مع بعض. احنا برضو هنرجع. القديم. لوحدينا. وهنفكر لوحدينا. هناخد مواقفنا لوحدينا. لان لما تيجي تشوف الانتخابات مفيش شباب. شوف الوزارات والمسؤوليات مفيش شباب. صحيح. طب هما وبعدين الاتقياء اللي مش عارف الاطهار اللي ايه ضحكوا عليهم بكلمتين وفجاه سابوهم ومشوا. فهم اللي انا مقتنع بيه ان يستمر الحوار مع الشباب، ان يستمر، لابد ان يستمر. اما فكره ان انا يعني اذكى منهم وان انا هاخدهم على قد عقلهم لحد ما اعمل اللي انا عايزه مش هينفع. مش هينفع. ويؤدي الكوارث، تؤدي نتائج كارثة. بإذن الله ما يؤديش كوارث، بإذن الله ما يؤديش كوارث. إنما لازم نشوفهم ولازم نعترف بيهم ولازم نتكلم معاهم، حتى لو عناديين. هم أسوأ حاجة فيهم هي أحسن حاجة فيهم. صح. أسوأ حاجة فيهم من عناديين ودي أحسن حاجة فيهم. لأن بالعند ده بيقدروا يتوحدوا. صح. بيتوحدوا، أنت لما تشوف حتى في الرياضة تبص تلاقي الألتراس دول. زمالك وإسماعيلي وبتاع ويتخانقوا مع بعض، لكن يجي موقف واحد يتوحدوا كلهم مع بعض. صح. دي قوتهم ودي خطورتهم. صحيح. اذا ما تنبهناش. صحيح. ان عندهم هذا الباور يقدروا يعملوا اي حاجه ضد ارادتنا. طب يعملوا ضد ارادتنا ليه؟ ما تيجي نتفق. صح. معاهم تعالوا نعمل كذا نستفيد من الطاقه دي. محتاجين الحقيقه القايمين على الامور يستوعبوا اللي حضرتك بتقول دوت. ده القسم. واللي عايز ينصح زمايله ان هم يخشوا يتفرجوا على الكلام ده هيشوفوه طبعا على طبعا شبكه يقين وعلى بعض المواقع. احنا عايزين دلوقتي نبدا حوارنا مفتوح. احنا قلنا الصمام مش حد بيتكلم واحنا بنسمع فقط. احنا عايزين ناخد منكم كلام وعايزين ناخد منكم رايكم في كل القضايا، يعني مش بس اسئله. ممكن تقول رايك واحنا نعقب عليه، وممكن تقول سؤالك واحنا نتكلم فيه. اي حد وممكن تفجر نقطه جديده ما وفي نقاط محتاجين نتكلم. كابتن عادل الطعي لمس عليها برضه وسابها مفتوح يعني. احنا عايزين نفتحها اكتر معاكم، فاي حد عنده سؤال يبدا واحنا نسمع. اتفضل كريم سعيد. اتفضل. بس عاوز اعلق وناقش مع حضرتك الاحداث بتاعت ماتش جيم اسوان حصل مع الجماهير. تصرف الامن يعني مهما حصل من تجاوز للجماهير، سواء تجاوز بالالفاظ او بالقاء مثلا الازايز الفاضيه او الكلام ده. بشكر باشمهندس على تحليله للامور، بس عايز اذكر له واقعه بسيطه كده. يعني لما عرفت ان في صالون حضرتك جاي كان خلال ليا تواصل مع بعض شباب الالترس، فدعيتهم ان هم يبقوا متواجدين، وكان في فكره ان كان في احد افراد وزاره الداخليه هيبقى متواجد. فمجرد ما عرفوا ان احد افراد وزاره الداخليه رفضوا تمام، فانا حاولت استفهم يعني ايه الفكره ان انت رافض ده صالون وفي ناس موجوده. المشكله لما قعدت مع الناس واتكلمت معاهم لقيت ان الموضوع اكبر من موضوع شماريخ. بكره الصبح لو مفيش شماريخ هتحصل حادثه كيما اسوان تاني، وهتحصل صدام تاني ما بين الالتراس والظباط. لان شباب الالتراس هما بيشتموا الداخليه في ماتش كيما اسوان كانوا بيشتموا ظباط معينين ومساعدين ظباط معينين. واللي اتقال لي من شباب الالتراس ان كان مدير الامن اسماعيل الشاعر وكان بعض الظباط بيكلموهم بالتليفون ويقبضوا عليهم بشكل شخصي. والازمه بدات من سنين، من ساعه ما بدا
عمليه صراع ما بين الالتراس والقادات الداخليه، وبدا تحويل مجموعه من الشباب اللي كنا بنقول عليهم مثقف وجامعي وواعي لمجرمين، بدا يتقبض عليه ويتحط في السجن، بدا يتقبض عليه من وسط اهله زي الارهابي، زي طبع عليه قانون الطوارئ المفروض يطبع على الارهابيين. المشكله اللي كل من وجهه نظري يعني كل اطراف المنظومه الرياضيه واوله من النادي الاهلي بعد عنه ورفض ان هو يتعامل مع ده تعامل امن. وكان النادي الاهلي برضو دي النقطه اللي مضايقه الشباب، كان طول السنين اللي فاتت يطلع يقول الاهلي ليس طرفا في الازمه، لحد ما بدا في زي طار باي ما بين 50 60 واحد من شباب الالتراس بالاسم مع 50 60 ضابط شرطه بالاسم، وبدا هنا الصراع. لا داعي يسيب ده ولا داعي يسيب ده، المشكله اكبر من موضوع شماريخ، المشكله دلوقتي في طار، ولازم لما تيجي تطرح عشان نشوف حل الموضوع يطرح على المستوى ده. جلسه من وجهه نظري الفاشله يعني اللي كانت حاصله النهارده دي في وزاره الداخليه، للاسف الناس بتبص الموضوع من المنظور ده جدا. ممكن يلغوا الشماريخ وينجحوا ان هو مش في شماريخ في مصر، لكن مش هيقدروا يلغوا موضوع الصراع اللي ما بين الالتراس كل اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري كل الالتراس اللي في مصر وما بين وزاره الداخليه. عشان نحل الموضوع لازم نحلله صح ونبص له صح. في صراع عندك اقتراح محدد؟ اقتراح محدد انا ما عنديش، انا عايز اسمع من حضرتك اقتراح محدد. بس انا مصدق ومتفق معاك تماما على الكلام اللي انت بتقوله ده، بالعكس ده هو ده اللي مخليني حتى طلبت منكم طلب غريب. اليس من الظلم ان 50 60 واحد هنا و 50 60 واحد هنا يظلموا الملايين، يحرقوا بلد، يدمروا اقتصاد؟ ده ظلم. ولذلك انا بقول اذا كنا احنا ما تربناش واحنا اجيال كبيره على التسامح او تربينا على الفكر السلطوي، ما احنا نتاج ايه؟ احنا نتاج نظام قمعي. هو اللي موجودين دول، هو اسماعيل الشاعر ده لو تواجد في مناخ ديمقراطي هيبقى بهذا العنف وهذه القسوة؟ طبعا لا، انما هو موجود في نظام عشان يتعلق فيه لازم يبقى وحش. فهو النظام بيفرز العناصر اللي تتعايش معاه. مش هنقدر نتخيل ان الداخلية مفيش ناس زعلانين على الشاعر وناس زعلانين على وزعلانين على نفسهم، لان ما انت لو قشرت اول مش بقول لك سبع طبقات واستك، ما انت لو قشرت اول طبقه وحكمتها ممكن توصل اللي بعديها ممكن توصل اللي بعديها. ما تخلونا ما عندناش هذه الرغبه في الطار البايت ونطمن الست طبقات التانيين. احنا مش عايزين غير الناس اللي عليهم دعاوى جنائيه، وتعالوا نسيب كل واحد بس يرجعوا لنا حاجه من اللي خدتوها. فديه، افتدي نفسك، افتدي نفسك، فكروا فيها وقلبوها هتجدوها منطقيه والله. لان فكره الطار لو يا اخي ده هو في اكتر من الصعايده اللي هو الطار، ان الراجل لو راح له شايل كفنه بيسامحه. يعني اذا احنا النهارده النظام شال كفنه. ما حصلش. ايه؟ ما حصلش. الشباب دول كانوا بيواجهوا طريقه في التعامل الامني معاهم في حياتهم بره الاستاد والاستاد كلهم من الاستاد وخروجهم. لا بعد الثوره لقوا نفس الطريقه موجوده، لسه بيتجابوا من بيوتهم، لسه هم داخلين الاستاد. بيتجابوا من بيوتهم بس استنى بحجه ايه؟ ما هو الفلول ممكن تبقى في الداخليه. اكيد. واخد بالك؟ ده كل سبع طبقات. اه؟ لكن انا اديته الفرصه في ايه؟ ان انا عملت فوضى في ماتش وعشان يحصل وممكن هو اللي يبقى فاعل. طب ما هو انا ما هو ده اللي انا بقوله. نرجع لطبق بيتري، البيئه التي ينمو فيها اصحاب النظره التآمريه يا سيدي اذا اعتبرناه. مش عايز اديلهم الفرصه دي يا اخوانا، عايز اضحك عليهم. هو انت مش بيروح واحد يقول لك فلان ده عصبي قوي ويبقى راجل محترم يروح جاي له واحد مستفزه عشان يجي في قدام الكاميرات يروح رازع واحد قلم ولا شاتم شتيمه يقول لك شوف الحماقه، ادي الراجل اللي بتقولوا عليه عاقل. طب انا لو انا بقى انا راجل وانا احمق وكل حاجه ودم حامي وما بحب، لو انا راجل عارف انك جاي تستفزني، لو استفزيت ابقى عبيط، لو ما استفزتش هبقى ايه؟ يبقى كسبتك. هيبتدي بعد شويه يقول شوف الرخامه، الراجل ساكت له وده عمال يلف له كده وعمال ينط له كده، شوف السقاله يا اخي انت سائل قوي، وتلاقي واحد جنبك يضربك. ما هو العمليه فكر قدام فكر. عايزين نشتغل ازاي مع المشاكل؟
عايزين نشتغل بعند قوي قوي قوي. بس بقول لكم نار ستحرق الجميع ومصر هي اللي هتدفع الفاتورة. عايزين نشتغل بدهاء، خليكم انتوا اذكى مننا، هقول لكم اكتر من كده حاجة. ومننا دي بقى حطوا فيه اللي انتوا عايزينه، بس انا عشان ما حد يتكلمني اقول انا بقول مننا، يعني حطوا فيها اللي انتوا عايزينه، خليكم اذكى مننا.